كمان على هامش هذه اللقاءات وهذه الزيارة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا في العاصمة البلجيكية بروكسل التقى امبارح مع أرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأكد السيد الرئيس على الاهتمام بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتبارها إحدى أهم محاور السياسة المصرية، وتم التباحث حول أهم وأبرز القضايا السياسية في منطقة المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدة أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش زيارة سيادته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أعربت عن ترحيبها بزيارة السيد الرئيس إلى مقر الاتحاد الأوروبي وحرصها على التواصل المنتظم مع سيادته في ظل كون مصر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي، مؤكدة رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة.